السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أنا محمد علو معاكم. النهاردة هنتكلم أكتر عن إزاي تعمل شركة، أو إيه اللي يخليك تعمل شركة، أو إيه الفكرة اللي تخليك تعمل شركة. فالنهاردة بنيجي نتكلم على أساسيات اللي أنت تعرف تعمل شركة، محتاج تعرف كذا معلومة قبل ما تيجي تفكر تأسس شركتك. أول معلومة مهمة جدا ليك إن أنت تعرفها، إن أنت لازم عندك ثقة في نفسك إن whatever it takes حضرتك هتعمله، حضرتك هتروح الأكسترا مايل عشان خاطر تحقق فكرتك وتنجحها. طول ما الفكرة اساسها واضح وتبقى فيها الكومبوننتس اوف النجاح، مش اي فكره تيجي في دماغنا نروح عاملين على طول شركه ويلا نعمل وراها ونصرف الصرف غلط وفي الاخر نلاقي نفسنا ان الشركه دي بتفشل. لازم يبقى عندك محددات ومقومات نجاح الشركه. اول حاجه مهمه جدا اللي حضرتك لازم تبقى عارفها عشان تعرف تاسس شركتك، ان حضرتك لازم الفكره اللي طالعه من ورا الشركه لازم تبقى الفكره دي حل المشكله. يعني ايه؟ يعني في مشكله والفكره بتاعتك بتحل المشكله. فدي اول نقطه مهمه جدا اللي حضرتك محتاج تعرفها. تاني حاجه، النقطه اللي انت لازم تعرفها وانت بتاسس شركتك وبتاسس فكرتك الجديده، ان الفكره دي صعبه تتقلد. مفيش حاجه ما تتقلدش، كله هيتقلد، بس فيها صعوبه في التقليد. تالت حاجه مهمه جدا انت لازم تعرفها برضو، ان لازم يكون في طلب على الفكره. لازم يبقى انت عارف ان في ناس ممكن تدفع علشان حل المشكله دي، تدفع فلوس عشان خاطر فكرتك تبقى تطبق على الارض وتبقى فكره ذات مكسب واضح وصريح ليك. رابع حاجة لازم تبقى انت بتعرفها، ان الفكرة دي لازم يبقى عليها طلب. انت ممكن يبقى عليها ناس عايزة تدفعها بس الطلب بتاعهم قليل، نسبته قليلة، فلازم يبقى الفكرة دي عندها طلب وفي يعني في طلب عليها عالي اللي انت تعرف تكمل فيها، يبقى فيها sustainability اللي تعرف تبقى فيها growth. خامس حاجة لازم تعرفها، لازم يبقى عندك plan ليها، ازاي تعمل improvement للفكرة، ازاي تعرف تطور من الفكره دي. مش الفكره محلك سر انت طلعت بالفكره، لازم تبتدي تذاكر ازاي تعرف تمبروف بالفكره دي وتاخدها من ليفل للليفل اللي بعديه للليفل اللي بعديه للليفل اللي بعديه. لازم تعرف دايما برضو، ودي الحاجه النقطه السادسه اللي احنا نتكلم فيها، اللي انت لازم تبقى فاهم ان الموضوع ده بياخد وقت. It takes time to achieve. It takes time اللي انت تنجح، فما تزهقش بسرعه، عشان كتير مننا بيعمل الفكره وبيعمل الشركه وتبقى ناجحه في الاول، بعد كده بتقع بيه وتفشل. ليه؟ ان هو ما عندوش فكره الصبر على الفكره. لازم تصبر، القصه بتاخد وقت، ما فيش حد بيخش في يوم وليله بينجح ولا بيس. ممكن ربنا سبحانه وتعالى وتيسيره للناس ممكن تحصل، لكن مش ده الطبيعي. لازم في صبر ومثابره على النجاح عشان خاطر القصه دي توصل ليك للبر اللي انت عايزه. سابع حاجه، ما تزهقش. ليه؟ ان عادي ممكن تلاقي الفكره دي بتقع وبتطلع. النجاح ما هوش عامل كده، النجاح عباره عن عامل كده موجه فوق موجه تحت لحد ما بتوصل فوق. مفيش حاجه اسمها نجاح طالع مره واحده انا بطلع فكره طالعه. ربنا ييسر الحال يا رب، ما يبقاش حد يلاقي مشاكل، بس طبيعي. واخر حاجه اقولها لك، اعرف ان اي فكره ليها مشاكلها وليها اعدائها، وهيبقى ليك كومبيتيتورز مش عاوزينك تكبر، وده شيء طبيعي جدا. عشان كده لازم تبقى حاطط قدام عينك هدف انت مش شايف غيره، ما بتحيدش عنه. فلو سمحت فكر في هدفك صح، فكر في فكرتك صح، اعمل كالكوليتد ريسك صح، احسب دنيتك صح عشان تعرف توصل للنجاح اللي انت عايز توصل. وما تزهقش، وخلي دايما عندك يقين على ربنا سبحانه وتعالى، ثم يقين على نفسك والاسباب اللي انت بتتاح ليك. شكرا، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتعملوا احسن شركات وانجح شركات.